شيماء، انتي ما عندكيش مشكلة في السمع؟ لا ابنها ابنك. انتي من ضمن الناس القليلين اللي اخدوا موقف، يعني روحتي عملتي زرع لآدم، ايه اللي حصل؟ انتي اكتشفتي ازاي او ايه المشكلات اللي قابلتك؟ لو على المشكلات هنعدي كتير جدا. لا قولي علشان دي مشكلات. لكن هي في حد ذاتها في اول ما عرفنا ان في حاجه اسمها ضعف سمع، دي صدمه. صدمه لان اركانها كتير قوي، منها سماعه، منها زراعه قوقعه، ولحد دلوقتي ناس كتير ما بتعرفش تفرق بين السماعات وزراعه القوقعه. يعني انا لسه متعرضه لموقف لسه بس امبارح. ادم هيقلع السماعه دي امتى بقى؟ هم مفكرين ان زراعه القوقعه دي عمليه داخليه ما بتبانش خالص، ملهاش اي اثار بره، عمليه بتتعمل جوه الاذن ما بتبانش، فكده الطفل بيسمع طبيعي. لا هي مش كده خالص، هي عباره عن جهازين بتتزرع جوه وبره، جهاز من بره الطفل بيلبسه وجهاز جوه. هي طبعا صدمه لاي حد، لان هو موضوع مش متعرف عليه. انا نفسي ما كنتش عارفه عن زراعه قوقعه. طب انت لما زرعتي قوقعه لادم في الودنين، بتتزرع في الودنين ولا في ودن واحده؟ بتتزرع في الودنين، لكن الدوله بتوفر لنا ودن واحده بس. قبل ما نوصل لزراعه القوقعه، وفي معاناتك كأم، ازاي اكتشفتي وازاي يعني الرحله، ازاي اكتشفتي تعاملتي؟ ان كان لازم ان انا اتحرك، ولكن انا اول ما عرفت انت عرفت امتى؟ هو عنده قد ايه بالظبط؟ 7 8 اشهر. مش بيستجيب للصوت، النور كان قاطع. انا جايه اهو حاضر، المفروض ان الطفل يسمع صوت الام بيعمل، لا لقيت ان النور يقطع، ما يقطعش الولد اي خبط، ما بيدورش. بدات بحس لا ان في حاجه غلط، بس طبعا موضوع السمع ده مش بالسهل بيتعرف. خدت نفسي ورحت لدكتور سمعيات، قال لي ابنك مش هيسمع نهائي لو قنبله جنبه، والله اتقال لي بنفس اللفظ كده، لو قنبله جنبه كل المنصوره تسمعها لكن ابنك مش هيسمع. يا ساتر. يعني ازاي يا دكتور؟ يعني ايه وهو تسمعي كلام اي حد يقول لك اعملي زراعه قوقعه؟ كل ده اتقال لي في نفس اللحظه في نفس اليوم. ده عمليه صعبه، سود الدنيا. والله هذا حصل، ده هيقور لك نص راسه، والعمليه دي ابنك من اقل وقعه هيموت. طبعا انا اتشليت، احنا كلنا في العيله صدمه، دمار طبعا، كلنا اتدمرنا. قاعدين بقى مش عارفين طب نعمل ايه. من دكتور لدكتور اتجهت هنا للقاهره، طبعا نقلت حياتي ان انا اجي القاهره، طبعا قالوا افضل وكده. بعد ما لفيت في المنصوره كل دكتور ينصحني بسماعات معينه، وده يقول لي لا اوعي تجيبي دي افضل، دي لا دي افضل. اكتشفت ان اصلا ان في نسبه معينه من الاطفال لو اتولدوا بالنسبه دي ما بيسمعوهاش، كده كده مهما اي سماعه مش هيسمع بيها، لان السماعه مكبره للصوت. لكن انا ابني اتولد اصلا من غير اي شيء، بس النسبه اللي عنده اصلا ما تعيشوش، فهو لازم يعمل ايه؟ زراعه قوقعه. زراعه قوقعه، ودي كانت البدايه بقى. طب ابدا منين؟ والعمليه يعني دلوقتي بتتعمل فوق ال 400,000 وزياده للفرده الواحده؟ للواحده، هي كده كده الدوله والتامين يعني الصحي ما بيدعمش الا واحده. واحده يعني لو انا عايزه اعمل الثانيه بيبقى يا اما تبرعات من جمعيات يا اما بقى من الاهل كده، لكن هي الدوله بتدعم واحده بس في العمليه. انت زرعتيها له وهو عنده كام سنه؟ انا عارفه هو عنده 7 اشهر، زرع له عنده 3 سنين، كل ده بجري في التامين الصحي. ماشي. ووافقوا بواحده وانت ركبتي الثانيه ولا واحده بس؟ عملت الثانيه من سنتين. من سنتين. بقى بيسمع ايه وما بيقدرش يسمع ايه؟ لا كل حاجه. انا ابني عايش معايا انسان طبيعي. بس كل اللي عليه راكب السماعه البرانيه وهو سامع من جوه. لو الجهاز عطل او اي حاجه بسيطه عطلت فيه، بمجرد لو جرى بس وعرق كده، عرق او نقطه مطر جات على الجهاز ده، الجهاز كله وقف. قطعه واحده تعطل. فيحصل ايه بقى لما الجهاز يقف؟ ابني ولا بيتكلم ولا بينطق. ايوه انتوا بتصلحيه يعني؟ ليه قطع غيار، ليه تصليح، ليه قطع غيار وكل حاجه، بس مكلف جدا فوق فوق. يعني اي حد بقى عامل القصه دي ينتبه. يعني فوق اطفال والله. مكلف قد ايه يعني؟ اقل يعني ممكن في لحظه كده ابقى عايزه 55,000 في لحظه، عايزه 55,000. طب ثانيه، لو الجهاز ده اتعطل هو اتعلم يتكلم بس مش سامع؟ حصل لي موقف، انا اسفه لازم احكيه كده. كنت عندي صديقه ليا
ومره واحده الحجاره فضت، الحجاره خلصت، البطاريه بتشحن. ما حدش يتكلم، ما حدش فيكم يتكلم، انا مش سامع حاجه. وبالفعل خلى العيله كلها كنا قاعدين ساكتين، حتى لو حطينا الطرحه والله انتوا بتتكلموا، فعلا خلانا قمنا مشينا من المجلس، ما مش قادرين، مش عارف اسمع الاولاد. طب ثانيه واحده قبل ما اطلع، ما نطلع فاصل، هل مش محتاج ان هو يتعلم زي دول لغه البق احتياطي؟ ادم من اول ما زرع اتعلم خلاص يسمع بتفسير، ما تعودش ان هو يجتهد ان هو يشوف الشفايف. حاجة تانية خالص، انتوا ممكن حضرتك تناديله دلوقتي ولو كلمتيه من ظهره اي حاجة هيفسرها هيسمعها. السماعات بجتهده، لكن ده خلاص حاجة اتزرعت، سامع طبيعي جدا. طول ما السماعة بتاعته شغالة، طول ما هو انسان طبيعي.